أن تتذوق الجميد البلدي في أي زيارة للكرك أمر ليس بالجديد، لكن أن تحاكي مراحل التصنيع بكافة المراحل هو الجديد في هذا المشروع، والذي تم إطلاقه في منطقة غور الصافي غربي المحافظة. داخل هذا المتحف التفاعلي للجميد البلدي تتاح تجربة تحضير الجميد بكافة المراحل، ابتداء من جلب الحليب الطازج من المراعي وصولا للجميد والذي يستخدم في تحضير أكثر الأطباق شهرة في الأردن. الفكرة كشغل من شهر 9 اللي فات، وحاليا الحمد لله تم تطبيقه على أرض الواقع خلال هذا الشهر، واليوم افتتاح ذا جميد إكسبيرينس. ذا جميد إكسبيرينس هو متحف تفاعلي لكيف احنا ممكن نصنع جميد، يعني سائح بيجي بتشرف عنا وهو بيخوض تجربة صنع الجميد بإيديه. هسه السائح لما يجي على الأردن بيقرأ عن تاريخ الكرك، لما يقرأ عن تاريخ الكرك بيقرأ عن الجميد الكركي. وطبعا احنا اجتنا هاي الفكره انه نعلم السائح كيف يعمل الجميد الكركي عن طريق كامل المراحل بالبحث عن هذا التاريخ. اطلاق هذا المشروع الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، والذي يهدف لاعطاء السياح والزائرين بمختلف الجنسيات فرصه اعداد الجميد وبعض الاطباق الاخرى، سيساهم بزياده اعداد الزوار خاصة الذين يرغبون بخوض تجربة الطبخ أو إعداد الجميد وغيره من مشتقات الحليب الأخرى. عجبني كزائر أنه أول مرة بشوف تجربة صناعة الجميد، خصوصا أنا من عمان أول مرة بنزل الكرك، فكانت يعني نزول جميل أنه أول مرة باجي بزور الكرك، في نفس الوقت بتعلم إيش هو الجميد وكيف بنعمل، وخصوصا أنه المعرض كمان تفاعلي، أنا بقدر أجي أجرب أنا أصنع جميد بإيدي، فيعني كثير كان جميل، تجربة كثير رائعة. العديد من فرص العمل غير الدائمة وفرها هذا المشروع لسكان الأغوال الجنوبية خاصة النسوة، بالإضافة لتوفيره فرصة لتدريب السيدات بهدف تأهيلهن لصناعة الألبان بمختلف أنواعها وتسويقها منزليا. يزن الشمالي للمملكة، الأغوال الجنوبية، محافظة الكرك.